فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد صليت في مسجد قريب صلاة المغرب هذا اليوم، فصليت معهم المغرب، فلما أرادوا الجمع خرجت ظنا مني أنكم يا فضيلة الشيخ لن تجمعوا، فلما أتيت هذا المسجد وجدتكم قد جمعتم، فوجدت جماعة تريد أن تصلي العشاء فصليت معهم العشاء، فهل عملي صحيح؟ إذا صليت معهم العشاء بنية الجمع هذا صحيح إن شاء الله، إذا صليت معهم بنية الجمع هذا صحيح. نعم. فضيلة الشيخ، يقول: يجوز أنك تصلي المغرب خلف إمام وتصلي العشاء خلف إمام آخر بنية الجمع. نعم.